شاهد رجل ثاني فقير استطاع شراء خروف عيد الأضحى لعائلته، ولكنه هرب منه. انظر ماذا حدث له، معجزة كبيرة جدا، سبحان الله. وسنشاهد مفاجأة كبيرة في نهاية الفيديو، ولكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، فالدال على الخير كفاعله. ذهب إلى السوق ليشتري خروف العيد وعاد به، غير أن الخروف هرب منه. ودخل أحد البيوت ليقابله الأطفال بالفرح والتهليل ويقول: لقد جاءنا خروف العيد يا أمي. وتتنهد الأم وتقول بمرارة الأرملة: أن الذي سيشتري لكم خروف العيد تحت التراب. ويترك الرجل الباب وينظر إلى الأطفال اليتامى فرحين وإلى أمهم بعدما سمع ما قالت وهي حائرة، لتبادر وتأمر الأطفال بأن يساعدوا الرجل على إخراج خروفه من البيت. فيقف الرجل ثم يعود إدراجه ويقول للمرأة أن الخروف قد وصل لأهله وهو عيد للأطفال اليتامى، وينصرف ويعود إلى بيته ليأخذ مبلغا زهيدا متبقيا معه ليشتري به خروف بدل الأول. ويذهب إلى السوق فيصل الباب مع وصول عربة شاحنة بها خرفان، فيسأل صاحب الخرفان ويقول له: بكم هذا الخروف؟ فيرد عليه البائع بأن ينتظر دقائق حتى يتم إنزال الخرفان من الشاحنة، وتتم عملية إنزال الخرفان إلى الأرض. ثم يتقدم الرجل إلى أحد الخرفان فيسأل عن ثمنه، فيؤكد البائع على الرجل: هل هذا الخروف هو الذي يعجبك وتريد شراءه؟ فيقول له الرجل: قل لي أولا بكم وبعدها نفكر. فيقرر البائع الأمر فيقول الرجل: نعم هذا أريد شراءه، بكم؟ وهو غير واثق، إنما يريد أن يعرف الثمن. فيرد البائع على الرجل بأن يأخذ الخروف بدون ثمن، فيقف الرجل حائرا ويظنه يسخر منه، غير أن البائع يؤكد للرجل على الأمر، حيث أن أبوه أوصاه بأن يهب أول خروف يتم اختياره من القطيع بدون ثمن صدقة لوجه الله تعالى. وهكذا رزق الله العائلتين بعيدين، والأجر للجميع، ونسأله تعالى أن يهب لنا مثلهم ويجعل لنا من كل ضيق مخرجا. حدثت هذه القصة الجميلة في ليبيا خلال الأعوام القليلة الماضية، وفي هذا الفيديو نقدم لكم هذه القصة الجميلة بعنوان خروف عيد الأضحى، قصة جميلة جدا ومفيدة للكبار والصغار. وفيها نحكي قصة جميلة لأطفالنا الصغار عن طفلة جميلة تحب الحيوانات، نرجو أن تنال إعجابكم. سلمى فتاة رائعة الجمال تحب الحيوانات جدا وتعطف عليهم وتطعمهم وترفق بهم. وقبل قدوم عيد الأضحى المبارك قال الأب لسلمى أنه سيحضر خروف كأضحية لعيد الأضحى، ففرحت سلمى بذلك. وفي يوم من الأيام بينما كانت سلمى تنتظر والدها لكي يحضر الخروف الذي سيضحي به في عيد الأضحى، رأت سلمى والدها قادما ويمسك بحبل فيه الخروف. صعدت سلمى بسرعة لسطح المبنى الذي تسكن فيه لكي تضع بعض الطعام والماء للخروف، لأن سطح المبنى هو المكان الذي سيقومون بوضع الخروف فيه. أتى والد سلمى ومعه الخروف، وقام والد سلمى بربط الخروف جيدا حتى لا يقفز من سطح المبنى. ظلت سلمى تراقب الخروف وتمسح على فرو الخروف الناعم النظيف الجميل، وأحبت سلمى الخروف كثيرا، وكانت سلمى تعتني به جيدا ويوميا وتطعمه وتسقيه. ولما أتى أول أيام عيد الأضحى المبارك استيقظ جميع أفراد أسرة سلمى، أبوها وأمها وسلمى مبكرا لأداء صلاة العيد في المسجد المجاور لمنزلهم. وارتدت سلمى فستانها الجديد الجميل، ولما عادت الأسرة من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك استأذنت سلمى من والدها أن تصعد لسطح المبنى لرؤية الخروف واللعب معه قليلا. وبالفعل أذن والد سلمى لسلمى أن تصعد وتطعم الخروف وتسقيه، وأتى الجزار لكي يقوم بذبح الخروف كأضحية عيد الأضحى المبارك. فلما رأت سلمى الجزار وهو يستعد لذبح الخروف
صرخت سلمى بأعلى صوتها لأنها أحبت الخروف جدا ولا تريد أي أذى للخروف. لكن والد سلمى ذكر لسلمى أنه لم يشتري الخروف لكي تلعب به، بل لأدائي أضحية عيد الأضحى المبارك. قال والد سلمى أنه هذا العام كسب مالا وفيرا وأراد شراء خروف لكي يذبحه ويقوم بتوزيع لحمه على المساكين والمحتاجين. فسيدنا إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، وكان على سيدنا إبراهيم عليه السلام تنفيذ أمر الله تعالى. وعندما قرر ذبح ابنه إسماعيل عليه السلام فداه الله تعالى بكبش عظيم، وقام سيدنا إبراهيم عليه السلام بذبح هذا الكبش بدلا من ذبح ابنه إسماعيل عليه السلام. ولما انتهى أبو سلمى من شرح الغاية من والغرض من شراء الخروف وذبحه، لاحظ والد سلمى أن سلمى توقفت عن البكاء، فطلب منها أن تقف وترى عملية ذبح الخروف، وتقف أيضا وهي تدعي الله تعالى أن يتقبل هذا الخروف. وبعد انتهاء الجزار من عملية الذبح والتقطيع والتنظيف، طلب والد سلمى من سلمى مشاركته في توزيع لحم الخروف على الفقراء والمساكين. وفرحت سلمى جدا أنها ستقوم بالتوزيع وستساعد والدها الغالي وستقوم بعمل خير لله تعالى. وزادت سعادة سلمى جدا لما رأت فرحة المحتاجين والفقراء باللحم الذي تم توزيعه عليهم. ولما عادت سلمى للمنزل دعت الله تعالى أن يرزق والدها بالمال الكثير حتى يتمكن من التضحية بخروف العام القادم. وقبل أن نختم هذا الفيديو، رددوا معي هذا الدعاء الجميل الذي يقال في عيد الأضحى المبارك: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رددوا معي: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الآخرين. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة لولو 7.